Hadif eden kesesi kahveden gelir sesi oturmuş kumar oynar ah ciğer. Aweli 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 ما شاء الله روح في دول الخلقتش شا الخلقة الحلوة كلش حلوة هاي البنية واندفل واندفل ها أغاتي شيخ ماهر عجبتك المرية حبيتها لك سنان شنو عجبتني هاي كلش حلوة تقبل بحياتي ما شفت هيك مرة فدو أروح ليك نسواناني حتى ما أسده أغاتي شيخ أكو تقليد هنا أنه أنت لازم تدز على شامبانيا حتى تجي المطربة تقعد يمك أخوي إيش ده تسوي؟ شامبانيا غالي كله شنو تثورت الرجال؟ لك أثول شنو الشيخ ماهر ما معبي عينك؟ عبالك يخاف من المصرف؟ كرسون كرسون تفضل أستاذي شنو أستاذ لك؟ عبالك شيخ شيوخ لازم تقول شيخنا العفو شيخ اي شيخي هذا جالس مدري بس سوالف بعد شهره مش قد غبي من عيونه تعرفه روح خذ شامبانيا على حسابي هاي المطربه اللي قاعد تغني واذا سالتك من دز الشامبانيا قول يا شيخ الشيوخ ماهر مفهوم صار شيخي والله يا شيخ صدق حلوه بس تدري اذا تشرب من حذائها مشروب راح تاثر عليها بسرعه وتخليها تحبك لك ابني انت مخبل شلون اشرب عرق من حذائها ليش قاعدك لاصات إذا نشرب من الحذاء تخليني البس كلاسات بالرجل أحسن اي والله شيخي انت تخبل ايش قد شقاوتي ما شاء الله ما شاء الله حبيبي شيخ بهيش مكانات مال سهرات حلوة اكو في التقليد انه تشرب شمبانيا من حذاء المطربة هاي مثل العادات والتقاليد اللي عندكم اي صار يلا اشرب روعة شيخ هسا اروح اجيب لك ترن 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 ليش اقول لك اسمعي شيخ ماهر كلش انعجب بيك ويقول خل تنطيني حذاءه حتى اشرب بيه شامبانيا نزع حذائك يلا اتفضل اغاتي ولك شنو هاي مش قد كبير الحذاء لك هذا اكبر من قريتنا ما يخالف ولا يهمك انت اشرب مالك علاقة راح اصب لك كافي يا ابني سنان كافي ولك راح اموت كافي مع الاسف عليك شيخي شلون اموتك انا ارد ادللك يلا 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 صحتي بالعافيه ولك انت ما دام شربتني من حذائي روح صيحه خلي تجي تقعد يا ابني يلا يلا روح صيحه بامرك عمي هسه ترن 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 مساء الورد على عيون الحلوة شنو هاي السنان؟ الواحد يديك الباب من يفوت على بنية محترمة مثلي عين. والله العظيم حقك بس لا صيرين عصبي لين عندي إليش خبر كلش حلو وخنفشاري وخاص انت عجبتي شيخ ماهر كلش هواي ويقول اني ما اريدها غير قصدك هي. هذا الزاحف اللي شرب شمبانيا من الكعب مالتي ما يفيدني هذا اوه عاد لا تبالغين اللي يسمعك يقول كله مهندسين ودكاترة يركضون وراك يا معودة ده نقول لك الرجال متخبل بيك وانت صار لك 3 ايام من صايره بنيه قعدت عامليني عباك بنيه خلاص انا صرت بنيه سنان لازم تتقبل هالشي شيخ ماهر هم نفس الشي عباله انت بنيه ويقول اني متت على هذه ام الشفايف الحلوه خليها تجي يمنا واني اشبعها لوز وجوز وفستق وحتى لبن العصفور والفها بقطن هم اذا تريد انت دا تسمعش دا تقول له لا ليش اني بنت شوارع بنظرك اني اطلع اغني واسترزق بشرفي وعرق جبيني ما اروح يعني ما اروح ليش هاي شبيك هاي ثولة مو الرجال ميت عليك انت غير صديق مال عسكرية تعبان يا ريت لو ما متعرفين كان هواي احسن من هالسالفة التعبان حبيبي شيخ اقول لك فتشي بس لا تصير عصبي ماشي فضل قول ابني الست المطربة تقول اني مو حي الله وحدة حتى اروح يم كل واحد يأشر ويقول لي تعال يمي اني فنانة كبيرة ومحترمة لك برافو لك شنو هاي طلعت بمثابة 7 رجال تغني بالبارات بس ما تروح يم الزلم هاي نظيفة وشريفة بيرفكت يعني بيرفكت اي فعلا هي اخت رجال وعدها غيرة اكثر مني ومنك يعني اعذرني على هذا الحكي اي صح كلامك باي والله طلعت اخت رجال هاي المرة عجبتني كلش فكرة خلي يجيبون الحساب كل لهم ابني تعال حساب الحساب تفضل عيني جيب الحساب ابني
جيبي هنا يا معود. احمد هاي ايش تسوي؟ دير بالك على نفسك يا معود، ترى هذا ده تسوي عيب. شلون انت تدفع الحساب وشيخ الشيوخ قاعد؟ هذا غلط بحق الشيخ ماهر، هاي غلط بحق العادات والتقاليد. سنان هذول شباب جاهلين، بعدهم يعرفون بالعادات والتقاليد. اي والله شيخ كلامك صحيح. اي جيب الحساب. انطيك شيخي؟ جيب لك. متأكد؟ متأكد ابني. انا بريت الذمة. تفضل. لك شنو هاي؟ اويلي. لك سنان شنو الفلوس مالتنا تغيرت لو شنو؟ اكيد تغيرت اغاتي. شو هالرقم غريب؟ لك مجرمين؟ ولك انتو تاخذون حساب لو تاكلون بشر. انا بعرف فلوس اشتري سيارة، تفتهم لو لا؟ على مود اشتريت شامبانيا يعني، فطبيعي السعر. يعني ما راح تدفع؟ اي ما راح ادفع. اوهو لا تصير عصبي شيخ. ايش ما عصب؟ ها؟ من العصبية ده ارجف. لازم تدفعون الحساب. اويلي شنو هذا؟ اخويا انتم منين جايين؟ من المريخ؟ انت لا تتدخل. منو هذولا؟ قوم قوم دقيقة اني هسه اجي. ويكم وين رايحين انتم ها؟ ولك انت منو تحدد ها؟ انا شيخ الشيوخ ماهر، ادمركم اني. تدفع لو لا؟